اروح مع حضراتكم للنادي الاهلي برضو اللي النهارده الحقيقه فتح اتصال مع الاتحاد الافريقي عشان يعرف منه الاجراءات الاحترازيه المفترض ان هو يتخذها او يتبعها في النهائي دوري الابطال المقرر ليه ان شاء الله يوم 27 نوفمبر الجاري، وعشان يعرف البروتوكول الطبي المطلوب تطبيقه في نهائي البطوله عشان يتمكن الاهلي من الاستعداد للبروتوكول ده بشكل مبكر، سواء كان الامر بقى يتعلق باجراءات التعقيم او اجراءات مسحات طبيه او غيرها من الاجراءات الاحترازيه اللي بيتم تطبيقها. نروح كمان لكابتن محمود الخطيب، طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي استقبل النهارده بمقر النادي بالجزيره وفد من وزاره التضامن الاجتماعي، وده في اطار الاخطار الرسمي لمجلس امناء الاهلي للتنميه المجتمعيه بتصديق طبعا من وزاره التضامن الاجتماعي على اشهار مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه. طبعا احنا كنا اتكلمنا لو تفتكر يا ساره على مبادرة كان طبقها النادي الأهلي تعليم الكبار. بالظبط كده، مبادرة تعليم الكبار، وأعتقد وفي ظني الحقيقة إحنا مش بنتكلم على 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 الأهلي بس كنادي رياضي واجتماعي، لكن إحنا بنتكلم على مؤسسة وكيان ليها من الشعبية والجماهيرية وحجم التأثير الكتير، واللي من ممكن يكون له دور في التنمية المجتمعية بشكل إيجابي ومؤثر جدا. إحنا بنتكلم على كوادر تقريبا في كل المجالات، وحبها وارتباطها وانتمائها للنادي الأهلي من الممكن يساهم في تشكيل عمل تطوعي مجتمعي يكون ليه تأثير كبير جدا على المجتمع المصري.